نتواجد في هذه الأثناء عند نقطة انطلاقة ماراثون الدولي بمدينة مراكش، حيث يعرف مشاركة كثيفة من جميع مناطق المغرب وكذا جميع الدول المشاركة في هذا الماراثون. أسماء وزن حاضرة للقوة، الصحافة السمعية المرئية المكتوبة والمصورة الإلكترونية، وليس بعد عالي للصحافة بشبابه وفطره المتميزة، كذلك الشركة الوطنية للإذاعة وقت المساء، القناة الثانية والقنوات الأجنبية الرياضية وعدد من الصحافة الإلكترونية والمكتوبة والمصورة وخاصة الصحافة المحلية بمدينة أنا الآن حياة علاوي الفائزة الأولى في ماراثون الدولي مراكش. أنا فرحانة بهذا السباق هذا بالمرتبة الأولى، بالنسبة لي أول مرة نشارك في ماراثون مراكش، و 21 كيلومتر أول مرة نجريها، وخا جريتها واحد المرة ولكن غير دخلت ناخذ الخبرة فيها، هذه ثاني مرة تقريبا، وأنا فرحانة بهذا الفوز هذا، وكما كنقولها ونزيد نقولها هذا الفضل كامل كيرجع للزوج ديالي اللي هو كيوقف معايا وكيساندني، وكنشكر حتى الناس اللي كيوقفوا معايا لا من قريب ولا من بعيد، ما غنسخر حتى شي واحد، انا كنهدي لهم هذا الفوز كاملين وكنهديه للمغاربه كاملين، وشكرا. هاد الدورة الماراثون ديال مراكش دورة مهمة جدا، وكان تنظيم جيد محكم، وكان تحسنات كبيرة، والحمد لله حقنا توقيتات جيدة، بحيث بالنسبة للذكور ساعتين وثمانية دقائق راه مهمة جدا، وبالنسبة للإناث أول مرة كنديرو ساعتين وثلاثين منذ مدة طويلة جدا، وتحتم الرقم القياسي ديال نصف الماراثون، هذا شيء جيد. فأنا كنظن ماراثون مراكش غادي في الطريق، ممكن نقولوا راه وصل لواحد المستوى عالمي مهم جدا، وإن شاء الله غادي يبقى غادي في الطريق. Par monsieur le préfet de la Sûreté nationale à Marrakech et monsieur le secrétaire général de la wilaya à Marrakech, Safi. إذن هناك جائزة مخصصة من طرف جيميا للرتبة الأولى. السيد والي أمن مراكش يسلم الجائزة إلى جانب السيد الكاتب العام لولاية جهة مراكش أسد. هناك الجائزة وجدت من طرف le prix est remis par monsieur le président du conseil communal de Marrakech et aussi monsieur le président de la commune Meshouar Al Qasr. Le prix Jumia. بطبيعة الحال هناك جائزة مودات من طرف جوميا للفائز بالرتبة الأولى. كلهم حرارة لمحمد الزياني، رقم قياسي لنصف ماراثون بعدما كان عند زميله محمد مصطفى العزيز الساعة 0 دقائق و 38 ثانية، واليوم أصغر مشاركة ملاك كريم
Vous savez, mesdames et messieurs, en hommage aussi à Rachid Kisri. Bravo, prix remis par messieurs le ministre de la Jeunesse et des Sports, monsieur le Wali de la région Marrakech, Safi. إذن دائما مع تتويج الأبطال هنيئا للأبطال المغاربة وصورة تذكر كمساهمة من ساكنة المدينة. par monsieur le ministre de la jeunesse et des sports, monsieur le Wali de la région Marrakech, Safi. مرة أخرى نغتنم الفرصة لدعم كل هؤلاء الرياضيين والصورة التذكارية مع الفائزات على في كوريا جسوية 35 واليوم جسوية 32 هنيئا لسناء أشبار سبلا بحرارة.